اول امور الفيزيكا بدي اتعلم كيف نقيس التمبرشر. الان في عندي ثلاث ابقار معاكم، الاصل معاكم ستيتوسكوب و ترفع الديل، واحد يرفع الديل، تعال يا براي رفع الديل معاك ستيتوسكوب، عفوا كيف اسمه ريكتال تمبرشر، درجه حراره المستقيم. يلا يا ابني، يلا يلا يا براي. الان برفع الديل بطريقه صحيحه، لا هيك لا ابعدوا، خلي فراغ، خلي فراغ، ارجع كل ما يشتغل ترى، لا هو خليه يمسك الديل، هو خليه يمسك الديل، ايوه دخلها في المستقيم، لا لا هاي ورا غلط، في الريكتم ايوه فوق، ايوه بالضبط. طيب انت راح تشتغل، طيب الان بحاول انه الميزان، اسمعوا يا قرايب مزكي، الميزان يكون قريب من الدورزال ريكتال ميكوزا والوول اوف ذا ريكتم، عبين ما تثبت الكرة باخذ الكرة، خليها شويه، يعني بدي بمعنى انه البروب تبع الثيرمومتر يلامس الدورزال ميكوزا اوف ذا ريكتم والوول اوف ذا ريكتم. هاي نونو، تتذكروا البقره لما كانت فيها نونو سناتر؟ اوكي، قديش الكرة؟ 38 واحد، طبعا which is normal، يعني 38 لغاية 38.9 normal، أوكي؟ فالآن الكل بده يتعلم أخذ القرار، في عندي ثلاثة أبقار، على البقرة هاي وعلى البقرة هاي، ارفع الديل، تعالوا هون، نفس الشيء، ارفع الديل، واقيس، يلا طلع، يلا، 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 جماعة الآن هون تطبيق، left side back of the elbow، بحط السماعة بهذا الشكل، أوكي؟ اسمعني يا حبيبي، بدي هدوء. الصوت مسموع بس بدك الان تعمل فوكسنج، ممكن انه يعني يكون الصوت نعم تسمعه لكن يكون متزامن مع وشيش او مع يعني الفوضى، لكن هو مسموع. فالان انا بدي منك تسمع بس الكاونتنج، العد فيما بعد، اليوم مش مطلوب منك تعطيني قراءه، مطلوب منك فقط انك تسمع، اوكي؟ يلا بسرعه بس سريع، ما بدنا وقت كثير، يلا لمين هاي، يلا اللي شاف. طيب هذا فحص البلس، البلس بالأبقار بنفحص من الميدل كوكسيجل آرتري، ما تخلينا اشرح شو رايك؟ اوكي؟ الميدل كوكسيجل آرتري يا انا حضرت في ميزان حسناتك او يا طب لحظة شوي في نبض هون بطيء هون، طبعا بحط اصابعي هيك ما بضغط بس انه جاست تاتش، اه طبعا بتبلش من هون، انا حسيت هون، يعني ممكن تحس هون، ممكن هون، ممكن هون، انا هون حاس، بس طبعا بدك يعني تركز سماعك. في قرف فالفال ميكوس ممبرين، الان بدي اطلع على اللون، اللون البيل بينك، طبعا بدي يكون معك التورش، اوكي؟ هذا اللون طبيعي، هذا اسمه فالفال ميكوس ممبرين، بدك تشوف اللون هل هو طبيعي ولا غير طبيعي، تمام؟ يلا هاي عندكم ثلاث بقرات، افحصوا الفالفا واللي بفحص يطلع، يلا يلا بيل بينك بالطريقه هذه يا جماعه، اللي بفحص يطلع، اكل كافيتي اكزامينيشن اور اورال كافيتي اكزامينيشن. الان طريقه الفحص، اول شيء بدك تكون متمكن من الامور الهزبندري اللي اخذتوها بسنه اولى، اوكي؟ يعني تكون مركب الهالترز وماسك البقره مليح، اوكي؟ وطلع لسان البقره وبالتورش تشوف اذا في ايروجن اور التريشن، وين؟ في الهارد بلت، في السوفت بلت، في البابلي الرايت تو ليفت، في السب لينجوال اريا، وفي التانك وبالاضافه للكلام. عيدهن؟ لا عيدهن يا عفيفي؟ يلا الان بعد ما تطلع لسان البقره بدك تشوف اذا في ايروجن اور التريشن في الهارد بلت، في السوفت بلت، في التانك، في السبلينجوال اريا، في البابلي رايت الفت، اوكي؟ بالاضافه للكلر اللون، واضح؟ الان هاو طبعا واحد معه تورش منيح، اوكي؟ باجي على البقره نستاذن منها، اوكي؟ بدي تورش قوي، تعالي البقره، اوكي ضو، بدي ضو، اوكي بطلع الهارت بلت، هاي 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 هاي، امسكني امسكني، ساعدوه يا شباب، ضو ضو، اوكي الهارت بلت ما في ايروجن، البابلي ما فيها ايروجن، التانك ما في ايروجن،
السفلات اوكي مهيئه بدك تطمني اوكي بالسب لينجوال اريا فنورمال اوكي واللون نورمال واللون نورمال سب لينجوال هون هون يا حبيبي هون 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 تذكروا الفريني لينجوي الشكال اللساني في راجل ما كل شيء بالضبط بالضبط هذا الاورال اكزامينيشن مين يجرب؟ طبعاً ما أحد بس إنه هل الآن الكويك اللي هي الفكرة إنه جر إنه تتكن طلع اللسان هذا هزبندري مصابة بديسبيس أبو ميزم وعملت البلوت بالسكولتيشن بيركاشن بسمع صوت البينج ساوند صوت البينج ساوند كأنك تطرق على تنك بينج ساوند إذا مصابة إذا مش مصابة عفوا إذا مش مصابة ما تسمع يعني هون البكرة منفوخ تسمع زي طبل هذا البيركاشن هذا البلوت من سكولتيشن بيركشن واضح؟ فأنا ديسبيس أبو ميزن بفحص من اليمين ومن اليسار لأن ممكن تنقل إلى اليمين يا أنس ممكن تنقل إلى اليسار صح؟ فلا I have to take time يعني لازم أخذ وقتي يعني مثلا إجاك مثلا أونا وقال لك افحص لي إذا أنا مصابة ديسبيس أبو ميزن you have to take time خذ ربع ساعة خذ الساعة لا ثلث ساعة ليش؟ لأنه إذا قلت له فيها ديسبيس أبو ميزن معناته refer to surgery معناته اذا الجراح فتح هذا وما بهاش ديسبيس ابو ميزم معناته ايش راح يصير فيه يعني مساله قانونيه فانه يو هاف تو تيك تايم يعني بما لازم تفحص على اليمين وعلى اليسار تاكد انه البينج ساوند موجود ولا غير موجود تيك يور تايم تيك يور تايم دونت جامب اوكي تيك يور تايم اذا شو التكنيك بلوتمنت سكالتيشن بيركشن برضه عيد المره الثانيه عشان تتذكر المره انا الحق علي نجحت كل هازبندري الحق علي انا الحق علي الحق علي نجحت كل هازبندري بالرايت سايد رايت سايد اوف ذا سب اريا سب اري هذه معناته هذا بيكون سيكل دايليتيشن سيكل دايليتيشن سيكل دايليتيشن توسع نعم اذا if I hear pink sound from this area from the right side This is indication for cecal dilatation. Cecal dilatation. تمام؟ البلوت من الجهة اليسرى لحاله ليش بستخدمه؟ عشان الومن contraction. 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 Which is قديش normally? 1 to 3. Yes. Permanent. طيب في مجال الاثنين يفحصوا. أنا. لمين هاي السماعة؟ في مجال. لا بفرق عن النفس بفرق عن النفس مش حركه نفس ما هو في شيء ابدومينال ريسبيريشن وثوراسيك انسبيريشن هاي مش ابدومينال انسبيريشن لا هذه تحس فيها انه في بالون بيدفع انت كيف بتحس الرومن بالجنون تضغط بهذا الشكل تدفعك كيف بدك تعرف انه هل هي انسبيريشن ولا تحس بلون بدفعك اوكي جريت اوكي فالان بتعد في الدقيقه نورمالي من حركه لغايه 3 حركات هذا نورمال طيب شو الاحتمالات الثانيه ممكن يكون ما في حركه نو كونتراكشن ستاسس رومن ستاسس طيب رومن ستاسس واتس انديكيشن هايبوموتيليتي او مش لا مش هايبوموتيليتي ستاسس ما في كونستريشن ممكن يكون كونستريشن ممكن يكون جاس انتستينال ديستربنسز ممكن يكون رومن امباكشن يعني شو رومن امباكشن في امباكشن بلوك اوكي طيب اذا كانت الحركات مثلا 4 5 6 شو انديكيشن هايبرموتيليتي طيب واتس انديكيشن شو يعني ممكن يكون داريا ممكن يكون ايش هذا جاسر انتسل للسيربنسز فأنا البلوتمنت من الليفت سايد للرومن كونتراكشن وممكن أستعين البلوتمنت مع تقنيات أخرى لتشخيص ديسبيس أبو ميزم ديسبيس لا مش ديسبيس أبو ميزم هذه راح أحكيها فيما بعد بس على الأقل لقيت الآن أنه بدي البلوتمنت من الليفت سايد والرايت في رايت الآن هذا البلوتمنت الآن في إيش اسمه بلوتمنت اسكالتيشن بيركشن بلوتمنت اسكالتيشن بيركشن 3 in 1 بلوتمن اتفقنا سكالتيشن سماع بيركشن طرق 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 دقيقة شوي بلوتمن سكالتيشن بيركشن بلوتمن سكالتيشن بيركشن طيب هذه ممكن نعملها على الرايت والليفت سايد رايت سايد ليفت سايد
رايت سايد؟ اما البلوت من تعملها من الشمال. البلوت من اولي من الشمال. اما البلوت السكوتيشن بيركشن من الرايت واللف. طيب من الرايت واللف بعملها ليش؟ بعملها فور دايجنوستس اوف ديسبيس ابو ميزم، حتى اشخص الديسبيس ابو ميزم. سامعين في ديسبيس ابو ميزم؟ شو هو ديسبيس؟ مين بعرف؟ انه يكون مكانه مش بال دقي دقي حبه حبه. الابو ميزم ايش؟ بصير شفتي اخر شيء من المعده الفورث كومبارتمنت، فانه بيصير لها بدل ما تكون محلها في الابدومن الفلور. ايوه بتصير انه لايك فوق، كانه فوق شيفتنج الى الرايت اور ليفت. طبعا بتكون ريزنج اب، ريزنج اب اند شيفتنج تو ذا رايت اور تو ذا ليفت. اوكي في عندي رايت وفي عندي ليفت. طيب وات از دينجرس مور دينجرس، رايت اور ليفت؟ اذا كانت على الرومن صح، على ليفت ار دي اي، ار دي اي واي 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 على الرومن، لانها بتضغط على الرومن صح. لا رومن ويت، هلا الرايت ديسبيس ميزنج از مور دينجرس. ليش؟ لانه الضغط، اسمعني يا حبيبي، ضغط الاحشاء على الابو ميزم ممكن يعمل هارت انفار، ممكن يعمل انفاركشن اسكيميا، اسكيميا اوكي يضغط على، ايوه وممكن هذه ك يعني فاينل يعني ستيج ممكن يؤدي الى جنجرين. ليش؟ لانه الابو ميزم بيلف حول نفسه، بصير تورشن اراوند لونج اكسس، اراوند لونج اكسس معناته شو بصير؟ جنجرين. فهذه ممكن انه ذا انيمال جوينج تو بي داي. اوكي فعشان هيك معظم حالات الار دي اي يعني البروجنوز لها بيكون باد. اما ال LDA اللي من الشمالي انس، ال LDA ممكن انه تستجيب الى الميديكال ثيرابي او سيرجيكال، ميديكال ثيرابي او سيرجيكال. الميديكال هذا في الاير ستيج، الميديكال في الاير ستيج، اذا كان في الاير ستيج تستجيب بالميديكال ستيج بالميديكال ثيرابي. يعني مثلا ممكن نعطي مثلا ممكن نعطي انتي بلوت، ممكن نعطي مثلا لاكزيتيف زي ماجنيسيوم سلفيت او صوديوم كربونات. اوكي ولا انجكشنز؟ لا ال فايستوماكتيو هذه ممكن انه تعالج المشكله اذا بالايرلي ستيج، اذا بالايرلي ستيج. اوكي اما اذا طبعا بالاضافه انه يكون في بالانس بين الفرج والكونسنتريت اللي بعطيه للحيوان. شو الفرج اللي هو الاعلاف الخشنه؟ ليش الويسترو، الويسترو هي الف الف ورا شطه الكلوفر ممتاز الف الف. بعرف انه ترزي برسيم، هو الالف الف. الكونسنتريت شو الكونسنتريت اللي هو الشوفان كله بنفضل مع بعض البعض. فالان اذا اذا الحيوان المشتر يعني كان المركز اكثر من الفرج او كميه اعطائه للفرج قليله، ممكن انه يزيد فرصه حدوث الديسبليس اسيدوسس. مو هذا بيؤدي الى اسيدوسس، وهذا ممكن يؤدي الى ديسبليس ابو ميزم. كمان مش بس تغذيه، سبب تغذيه احيانا طبعا اللي المزارع بقول لك عندي ديسبليس ابو ميزم سبب التغذيه. ماشي التغذيه هي احد الاسباب، لكن في اسباب اخرى ممكن افتر بيث، ممكن نتيجه ضغط الفيتس على الابو ميزم. يس جريت. شو كمان اذا التغذيه اللارج فيتس اللي بيضغط بيعمل البريشر على الفيتس. نعم وات ايلس؟ ممكن انتفخه الرومن، انتفخ الرومن ممكن. نعم وات كمان اسباب غير التغذيه؟ غير التغذيه وغير غير اللارج فيتس. حالات الهرنيا الهرنيا لا لا ممكن 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 انه مع العمر، هي مع العمر مع زيادة اللاكتيشن، نمبر اللاكتيشن ممكن. أوكي إيش كمان؟ أبو ميزة الأتوني أحيانا ممكن يكون أبو ميزة الأتوني ضعف في عضلات الأبو ميزة، ممكن إنه تخلي في تورشن. أحيانا في يكون في inherited factor، ممكن يكون في inherited. يعني طبعا ها كيف تكتشفه؟ اللي مثلا لما يكون عندك مزرعة كبيرة في عندك مثلا زيادة الانسيدنس اوف ديسبليس ابو ميزم عالي، معناته توقع الام نفسها فيها مشكله. يو هاف تو ايش؟ شو لازم تعمل؟ مش بالجراحه، شو لازم تعمل؟ نتخلص من هاي، نعمل كالينج، نتخلص كالينج اوف ذا اكسبوز كيسز. يس اكسبوز كيسز، يعني مثلا بقره لها ابناء بنصابوا نفس الاصابه، انا بتخلص من الام وابنائها. هذا الصح، هذا الصح دائما بس من الام وابناء. اذا عندها ابناء نفس الشيء لازم تخلص، لانه راح تكون اكسبوز. قصدي انه مش كمان انه مش الذكر الذكر شو الذكر احنا المزارع الكبيره انا بلجا او بسعيد بالتلقيح الصناعي الارتفيشال انسيميشن توجذر وذ ناتشرال بريدنج. يعني الارتفيشال انسيميشن
من حسناته انه بقلل المشاكل، بقلل المشاكل اللي بتيجي من الاب الى او من الوالدين الى الى اوكي. اذا فهمنا شو البلوتمنت، البلوتمنت اوكي خلينا نطبقها بشكل سريع. البلوتمنت للرومن كونتراكشن والبلوتمنت اوسكلتيشن بيركشن نوريكم اياهم، طبقوا بتقدر تطبقوه ال طبعا الاسبوع الجاي وين راح تكونوا بيت انيمال مع الدكتور صبري اوكي. طبعا راح يكون حضور اوكي، والبيتس اللي بيجيب بيتس في ميزان حسناته بيتس. طب دكتور شو الفحوصات اللي راح يحملها عشان انه عشان نعرف نفكر نجيبها ولا لا، تمبرشر بلس ريسبيريشن اورال كافيتي ليمف نود، ليمف نود ممكن 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 يعني بس ممكن نجمع دم يا حرام. لا انسى الموضوع دكتور. لا ما هذا اسمعي تعيد هلوت بيركشن. طب بيركشن كمل دكتور، ايش المفروض نسمع بس اوكي؟ طول بالك هيك نضل الان لما اخبط انا ليش بدي اسويها؟ بدي افحص على الدسبيس ابو ميزه قلنا عنه قبل شوي. طيب اذا كان البقره مصابه بالدسبيس ابو ميزه بس مع صوت بينك ساوند، احسنت بينك بينك ساوند بي اي ان جي بينك ساوند صوتي بينك ساوند هذا صوت بتحسه زي كانك تضرب على التنك علبه الحليب مش حديد بينك ساوند اوكي. هذه اذا مصاب طبعا ما حدا يقول لك سامع اكيد ما راح تسمع لانه مصاب يعني تقريبا الى درجات طبعا في له درجات في له درجات لا 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 قلت اذا مصابه اذا مصاب بس هاي منفوخه بتحس زي طبل ولا لا انا اقول لك وقال لك افحص لي اذا انا مصاب بالدسبيس ابو ميزم يو هاف تو تيك تايم خذ ربع ساعه خذ نص ساعه في الساعه ليش؟ لانه اذا قلت له فيها دسبيس ابو ميزم معناته ريفير تو سيرجري معناته اذا الجراح فتح هذا وما بهاش دسبيس ابو ميزم معناته ايش راح يصير فيه يعني مشاكل قانونيه فانه يو هاف تو تيك تايم يعني بمعنى لازم تفحص على اليمين وعلى اليسار تاكد انه البينك ساوند موجود ولا غير موجود تيك يور تايم تيك يور تايم دونت جامب اوكي تيك يور تايم اذا عشان يعني الدسبيس ابو ميزم اذا بحرك طيب الان البوزيتيف دسبيس ابو ميزم شو بسمع الصوت؟ بينك ساوند بينك ساوند بينك ساوند طيب احيانا اذا سمعت البينك ساوند من المنطقه هاي اللي سب ترانسفيرس بروسس هاي المنطقه هاي بالرايت سايد رايت سايد اوف ذا سب اريا سب اريا هذه معناتها هذه بنقول سيكل دايلتيشن سيكال دايلتيشن ايش شوي زي كذا سيكال دايلتيشن دايلتيشن وسع نعم اذا if I hear pink sound from this area from the right side this is indication for sequel dilatation sequel dilatation تمام البلوتمن من الجهه اليسرى لحال ليش بنستخدمه عشان نشوف عشان الومن موتيليتي كونتراكشن كونتراكشن which is قديش نورمالي 1 2 3 1 2 3 يس موفمنت بيرمننت طيب في مجال الاثنين يفحصوا